موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة على الشرق الأوسط 1450 AM. الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرغم من وجوده في نيويورك لتسلم جائزة رجل الدولة لهذا العام. عمليات فساد شركات البناء موثقة بشهادة أحد أكبر المتعهدين وترومبلي مصدوم من الشرطة. المحافظون لن يمنعوا تقديم الأدلة الجديدة في قضية الاتصالات التضليلية. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين. قال رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر بالأمس أثناء تسلمه جائزة رجل الدولة لهذا العام بأنه يقبل الجائزة ليس لشخصه بل عن البلد الوحيد المميز في العالم الذي له شرف قيادته، وبأن كندا فخورة بقيادتها العالم في العيش بسلام بظل اقتصاد متماسك وتنوع ثقافي. هاربر استغل المناسبة ليجدد انتقاد النظام الإيراني لانتهاكاته في حقوق الإنسان وتهديد الأمن العالمي، معتبرا أن وجود إسرائيل وسياساتها غير مسؤولين عن المشاكل والتهديدات في منطقة الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الكندي كان قد التقى أثناء وجوده في نيويورك برئيس هايتي والسلطة الفلسطينية، وهو سيلتقي اليوم بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. غياب هاربر عن أعلى منتدى عالمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة استثار مجموعة من الانتقادات من شخصيات سياسية ودبلوماسية. سلطت شهادة لينو زامبيتو أحد أكبر متعهدي البناء السابقين في مقاطعة كيبك الأضواء بشكل مركز وواقعي على عمليات الفساد في مدينتي مونريال ولافال والضواحي، حيث اعترف بالأمس أمام لجنة شاربونو التي تحقق في ذلك وبالتفصيل حول تواطؤ شركات البناء فيما بينها وفق شروط عمل مضبوطة من قبل البافيا، لتحصل الأولى مداورة على عقود الأشغال العامة والثانية على حصة تصل إلى 2.5% من قيمة هذه العقود. زامبيتو أوضح بأن من أراد المنافسة لم يحصل على أي عقود، وبأن التواطؤ امتد إلى كل أنواع العمل وفق تقسيم مناطقي وحتى بحسب الوزارات. في المقابل عبر جيرال ترومبلي رئيس بلدية مدينة مونريال عن صدمته لمعرفة أن الشرطة كانت تمتلك هذا الكم والنوع من الأدلة حول الفساد ولم تزود الإدارة بها منذ البداية لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات المانعة للتعامل مع الفاسدين. ترومبلي دعا الجمعية الوطنية في كيبك للانعقاد وبأسرع وقت ممكن لتعديل قواعد اللعبة والحد من الفساد في الحصول على العقود العامة. أسقط محامو حزب المحافظين الفيدرالي اعتراضاتهم على إدخال دليل جديد على لائحة الشهود في المعركة القانونية حول الاتصالات التضليلية التي رافقت الانتخابات الفيدرالية الأخيرة عام 2011. أحد المحامين قال بأنهم توافقوا مع ممثلي المجلس الكندي صاحب الادعاء لصالح الناخبين على مقارعة صدقية الأدلة الجديدة أمام القاضي أثناء المحاكمة التي ستجري بين 10 و14 من شهر كانون الأول ديسمبر القادم. الدليل الجديد يتضمن شهادة من فرانك غريفز وهو مدير استطلاعات تفيد بأن الاتصالات التضليلية كانت منتشرة في كافة أرجاء البلاد. في أخبارنا المتفرقة، زكى رئيس الحزب الليبرالي في مقاطعة كيبك مارك تونغي وبقوة على تسمية الوزير الليبرالي السابق للصحة فيليب كويار إلى منصب زعامة الحزب. في المقابل دعا وزير المالية السابق ريمون بشان وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحفي سيعقده صباح اليوم، حيث من المتوقع أن يعلن عن عزمه خوض السباق إلى زعامة الحزب في المقاطعة. اختار الزعيم الطلابي السابق لنقابة الكلاس جابرييل نادو ديبوا الصمت بالأمس مع بدء محاكمته بتهمة ازدراء المحكمة والتي تستمر لغاية اليوم، وهو عبر كما محاميه عن اقتناعه بالبراءة. أبدت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا أليسون ريدفورد استعدادها للقاء نظيرتها كريستي كلارك رئيسة وزراء مقاطعة بريتش كولومبيا للتباحث في شؤون خط أنابيب النفط الشمالي جيتوي، ما عدا الشق المتعلق بالرسوم والجعالات التي هي من حق مواطني ألبرتا بحسب رأيها ولن تساوم عليها. يواجه رئيس بلدية مدينة تورونتو روب فورد اتهاما جديدا يتعلق بتسريعه عمليات اختيار وتعيين أعضاء لجان ومجالس مدنية، مما أعاق قدرة موظفي البلدية على القيام بأعمالهم كما يجب وفق تقرير صادر عن المراقب لشؤون البلدية. انتهت أخبارنا، شكرا لحسن المتابعة.